مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حضي راسك. موضوع رابط بالغ الأهمية، موضوع كيفرض راسه بقوة خلال هذه الفترة اللي كنعيشوها، اللي كتعيش الإنسانية بصفة عامة، واللي كنعيشوها كأفراد داخل المجتمع المغربي. موضوعنا الرابط اليوم عنده علاقة بواحد المرض، واحد المرض خطير، واحد المرض كينتشر في المجتمع بواحد الشكل سريع، واحد المرض معدي، واحد المرض كتعتقد انه انت يمكن ما تصابش به، ولكن مع المعاشرة ديالك مع كثرة الناس اللي مراض بهذا المرض كيتفرض عليك وكتصاب به. اليوم غادي نتكلموا على مرض سطوري. حضي راسك من مرض سطوري. سطوريات كلكم كتعرفوهم، كلكم كتعرفوا انه جات واحد المجموعة ديال المنصات الالكترونية اللي قالت للانسان او ديرها بامكانك انك تصور في اي مناسبة من المناسبات وتنشر هذيك الصور ديالك، تقاسمها مع الناس اللي قراب ليك. لانه المبدأ هو انك كدير مثلا واحد الحساب في منصة من المنصات وكتختار في الاعدادات ديالك في لي بارامتر ديالك انك تقاسم الصور ديالك الشخصيه مع افراد معينين، يعني كدير داكشي بريفي. كاين الناس اللي ما فاهمينش هادشي، كاين الناس اللي بالنسبه ليهم المنصات اللي جات باش تعطيهم فرصه انهم يتقاسموا اي حاجه مع العالم كله، مع الناس كلهم. وبقيت هذه القضية يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، حتى ولات موضة من الموضات الحديثة. حتى ولا الإنسان، هذاك الإنسان المغربي اللي كان بالنسبة له الألبوم ديال الصور ديالو شي حاجة اللي شبه مقدسة، بحيث أنه ما كيمكن يتقاسم التصاور ديالو إلا مع الناس القراب ليه بزاف. كنتي كتمشي ضيف عند الناس، الا كنتي عزيز وحبيب كيمكن يجبدوا لك الالبوم ديال الصور ديالهم. علاش عزيز وحبيب؟ راك غتشوف الخصوصيات ديالهم، راك غتشوفهم مصورين في هذا المكان وفي هذا المكان في هذا الوضع في هذه الوضعيه. يعني انت خصك تكون عزيز باش عاد كتشوف هذوك التصاور اللي عندهم غالين بزاف. وعلاش التصاور غالين؟ شنا هي الصورة في الأصل؟ يلا نطرح عليكم واحد السؤال، شنا هي الصورة؟ وتقول لي هو أنني كنتصور، أي كتصور، وأنني كنصور شي منظر، أي كتصور شي منظر، ولكن نجي نوقفوا عند كتصور شي منظر. علاش كتصور داك المنظر؟ حيت عجبني مزيان وعجبك سير مرة شوفوا. لا، عرفتي؟ لا، هي الجواب ديال السؤال شنا هي الصورة في الأصل، شنا هي التصويرة. الصورة هي سجن واحد اللحظة معينة واقتناصها وكتخبيها باش ما تضيعش، كتبقى مخبية في ديك التصويرة. هذا علاش دابا الناس منكم اللي عندهم تصاور شحال هادي بالبيض وبالكحل كيمكن يجبدها، لما كيجبدها كتتصافر به لواحد اللحظة كان عايشها. لحقاش خبى ديك اللحظة في ديك الصورة شي حاجة ديالو حميمية، وحتى لما كانش ديالو، يمكن ديال باه، ديال مو، ديال خوه، ديال اختو اللي غاب عليه، اللي مات. فهذاك الشخص عاش واحد اللحظة وتم سجن تلك اللحظة بالمفهوم الإيجابي هاد المرة ديال السجن، سجن تلك اللحظة في صورة باش نرجعوا ليها وقت ما بغينا. إذا الصورة واحد القيمة إنسانية بالغة الأهمية. الصورة كيمكن تغير مسار ديال البلاد، الصورة كيمكن تشعل حرب، الصورة كيمكن تنهي حرب، الصورة كيمكن تدمر أسرة، الصورة كيمكن تخلق المحبة، صورة كيمكن تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. فيا ترى
أمام التقدم التكنولوجي، وملي غابت الإجراءات المعقدة اللي كانت باش يمكن تكون عندك أباراي وباش يمكن تصور بها وباش يمكن في المرحلة ديال التحميض ديال الفيلم تمشي تحمضه وتخرج تصور في الوقت اللي سهل، هاد الشي كله أسهمنا جميع في أننا طيحنا القيمة ديال الصورة وما بقات كتسوى والو، وولات بحال هاد الأغاني ديال لي بتيبان اللي بالكليبات ديالهم اللي كتطلع واحد شهرين ثلاث شهور ولا اقل وشويه كتغبر، وعاود ثاني كنرجعوا للخالدات وكنقولوا زمن الفن الجميل. فراه كاين حتى زمن الصور الجميله، لاننا ولينا غير كنصوروا بلي بورطابل ديالنا، ما بقيناش كنقتنصوا وكنسجنوا اللحظات اللي كنتمناوها تبقى في الذكريات ديالنا حيت كانت زوينه. لا، دخلنا في عالم المرض ديال لي ستوري ديال شوفوني. شحال هادي من اللي كنا كنتصوروا، ما كناش كنتصوروا من اجل شوفوني، كنا كنتصوروا من اجل نخبي شي حاجه اللي عشتها عزيزه عليا، نتصور مع شي ناس اللي عزاز عليا وبغيت تصويرتهم تبقى عندي. اليوم لا، غنتصور مع الناس باش ننشر داك الشيء، وماشي غنتصور معاهم حيت عزاز عليا، لا، باش نبان راني كنت معاهم وراهم كانوا معايا. داك الشيء علاش، وهنا غنبداو ندخلوا في صلب الموضوع المعقد واللي كيعكس اننا بالفعل امراض وتصبنا بمرض سطوري. نتصور مع ناس مثلا فنانة، صور مع فنان، مع نجم ديال كرة القدم وغير ذلك. ليش؟ واش حيت كنحبو؟ ماشي بالضرورة، ولكن باش نبان انني تصورت مع هذاك فلان، نبان به، حيت مرضنا بالمرض ديال بان عليا نبان عليك. والانكى والاخطر واللي كيضرب الاخلاق في الصميم انه يمكن تصوروا، وانا بغيت هاد الموضوع هو اللي نطرق ليه في بدايه هاد الحلقه، اننا نتصوروا مع ناس مفكرين ولا نجوم السينما ولا نجوم الغناء وديال المسرح وغيرها، وهما في واحد الحاله صعيبه كيدوزوها من عمرهم، في اخر العمر ديالهم، مرضوا وعياو، كيتعالجوا مثلا من الكونسير، من السرطان، كيعملوا الشيميو وكيطيح لهم الشعر والصفة ديالهم كلها كتبدل، وكنمشيو نتصوروا معاهم كأصدقاء ديالهم بين قوسين وننشروا هذيك الصور. فشحال من فنان كبير، شحال من مثقف كبير، الصورة اللي عنده عند الناس واحد الصورة شامخة وراقية، وملي كتجي لاخر عمره وتصور معاه في لحظات ضعفه، وكلنا غنضعفوا دون استثناء، وتنشر هذيك الصوره، كتكون ارتكبتي جريمه في حقه وضريتي نفسك وسأتي لنفسك من حيث لا تدري. معذره للاخوان والاخوات الفنانه والفنانات، الاعلاميين والاعلاميات، العموم اللي ربما تصوروا مع هاد الناس ونشروا الصور ديالهم في حياتهم او بعد ما ماتوا. انا كنطرع عليكم السؤال، علاش غنكسر صوره ديال داك الفنان؟ علاش ما نخليش في الصوره اللي راسم له المتلقي؟ وما غنذكرش اسماء ديال الفنانه احتراما ليهم اللي عايشين ولا اللي ماتوا، ولكن يمكن تستحضروا واحد المجموعه الصور ديال الفنانه في اخر العمر ديالهم، لما مرضوا، لما تكرفصوا، لما دار بهم الزمان، وكيمشيو ناس يتصوروا معاهم على اساس انهم كيعطفوا عليهم وكيتمناو من الناس يتضامنوا معاهم ماديا ومعنويا. راه يمكن لك دير داك الشيء، ولكن بلا ما تسيئ لصوره هذاك الفنان ولا لهذاك المثقف ولا لهذاك المفكر. وفي الغالب المفكرين للاسف كيديوهاش فيهم الناس، كيموتوا في صمت. ولكن كنتكلموا على الناس اللي كيتشهروا بحكم الممارسات الفنية ديالهم،
فهاد الناس لما كنصوروهم وهما ضعاف وهما في حالة وجههم تبدل شكلهم تبدل، وانت يلاه البارح كتشوفو في شي مسرحية ولا في شي فيلم ولا في شي عمل فني كيفاش كان، وكتشوفو بشكل اخر في ستوريات، حيت الناس مرضوا بمرض ستوري وبغاو يبانوا بهذاك الفنان ويبانوا انهم متعاطفين معاه كيسيئوا ليه. واكثر من ذلك، باش تعرفوا فين وصل بينا المرض ديال الستوريات، لما كيموت شي واحد اش كيديروا الناس؟ كينوضوا كينشروا ماشي تصويرته، التصويره ديالو من اللي كان في العنفوان ديالو ويكتبوا عليه شي حاجه، لا كينشر تصويرته معاه، زعما انا راه كنت مع هذا اللي مات، انا راه كنعرفو، وكيكتب عليها لتحت انا لله وانا اليه راجعون ولا شي حاجه. علاش؟ فاللي كيعتقد انه هذا الشيء اللي كيتعمل صحيح، بغيت تجاوب على هذا السؤال، علاش؟ شنو هو السر الحقيقي؟ شنو هو السبب الحقيقي باش انت كتنشر تصويرتك انت وهذاك الشخص اللي يلاه مات؟ مرض الستوريات وصل بينا اننا ما بقيناش كناكلوا الماكله ونستمتعوا بها. كان شحال هادي ملي كتحط شي ماكله زوينه بنينه كتشهي، فاول حاجه بسم الله وكتبدا كتاكل، يمكن بنهام يمكن المهم انت وطريقتك، ولكن مشهي هذاك الاكل، ما عندكش الوقت تسنى اليوم. لا كيمكن تكون انت باغي تاكل او انت دير هذا التصرف بلاتي بلاتي، وكتجبد البورتابل وتصور الماكله باش تبيبليها، حيت مرضتي بالمرض ديال السطوري، حيت اريد لكم انكم تعتقدوا باللي قيمتكم كتزاد لما كتنشروا شي تصاور كتبانوا فيها راكم واعرين، راكم كتنتميوا لشي طبقه. ايوا اجي ونوقفوا عند هذه القضيه. الى لاحظتوا مواقع التواصل الاجتماعي، الى لاحظتوا الاشياء اللي كتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والناس اللي كتنشر، كتلقاو اللي لاباس عليهم الاغنياء، الاسماء الكبيره اللي عندنا في هذا المغرب، الناس اللي الثروات ديالهم بالملاير، كتلقاوهم دايرين دي كونتو كي ينشروا لي ستوري ديالهم، ما غتلقاوهمش بلا ما تقلبوا، ما كاينينش، ساترين راسهم ومخبين راجعين اللور، حتى لا كيعيشوا الحياه ديال الرغد وكيعيشوا الحياه ديال الثراء ما كيصوروهاش، كيعيشوها. والطبقه اللي ما عندهاش كتمثل على راسها انها عندها وما كتعيش الحياه، كتصور ما يشبه الحياة. شفتوا الفرق؟ شحال هادي كان الإنسان اللي لاباس عليه ومازال كيدير مجهوده كله باش ما يعرفوش الناس لاباس عليه، ساتر راسو مخبي، حتى السكنة كتلقاهم في شي أحياء بعيدة، شي كتدخل الأحياء ديالهم كتلقاها خاوية فيها السكات، فيهاش صداع، كل واحد ساد عليه، حتى اللي كيدير شي حاجة كيديرها لداخل ما ساق له حد خبار. كتجي الطبقة ديال الفقراء كتلقى الحيحة، إلا عندهم عرس كيخرجوا يركبوا كلهم في كروسة ولا في سيارة نفعية وطوط طوط طوط وداها وداها الفوضى، شوفونا شوفونا حنا فرحانين، شوفونا هاد المرة رحنا غنمشيو وغناكلوا اللحم بالبرقوق والدجاج محمر وما إلى ذلك، شوفونا. الآخرين لا، اللي لاباس عليهم ما عندهمش الوقت لهاد الشي، كيعيشوا الحياة ديال الثراء في المغرب وخارج المغرب وفي الجزر وفي بلايص ما كنحلموش بها، ولكن ما كينشروهاش، حتى لا كيديروا تصويرات كيخليو عندهم بيناتهم مع بعضياتهم، نوادي مغلقة. الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، جزء طبعا من الطبقة المتوسطة ماشي كل شيء، كيمثلوا على راسهم انهم لاباس عليهم، داكشي باش كتلقاهم معمرين مواقع التواصل الاجتماعي بالصور اللي واحد مات ليه باه كيمشي يصور القبر ديالو ولا مات لامو، ولا الظاهره غريبه كتلقى الشاهد ديال القبر في ستوري. القبور اللي حنا دائما كنحتارموها وكنوقروها،
كتلقى ناس كيصوروا الجنازة ديالهم ديال واحد الشخص مات ليهم، كيصوروها، يا ريت يصوروها ويخليوها عندهم شغلهم، كيصوروها وينشروها حيت مرضوا بمرض سطوري. إلا جينا نعدو الصور ديال هاد المرض اللي تصبنا به في المجتمع راه ما غنساليوش، وهو مرض مستعصي. علاش؟ لأنه خلى الإنسان يتصور باللي هو راه كيكون مهم من اللي كينشر هذيك الأشياء، وكيتصاب نفسانيا بواحد المجموعة ديال الضربات إلى الناس ما تجاوبوش مع الصورة ديالو، وما داروش له بزاف ديال أحب جام، وما داروش له بزاف ديال التعاليق. فولا من الصواب انك تشوف تصويرة ديال شي واحد ودير له على الاقل جيم، والله يهديكم ويلي ايميونا. فدخلات عندنا واحد الثقافة غريبة، واحد الادمان رقمي غريب. هاد الادمان الرقمي اللي بالمناسبة غادي نتكلموا عليه بعد حين مع واحد الاخ كريم، هو عضو الدراسات والابحاث والعلوم الاجتماعية، اللي غيكون معانا، هو مهتم بهذا المجال وكيعمل بحث في هذا الباب، واللي غادي يكلمنا. طبعا ما نتكلموش على التخصص ديالو بصفة عامة، ولكن غادي نحاولوا نركزوا على هذا الجانب ديال هذا الإدمان اللي ولينا كنتصابوا به، مرض سطوري. مرض سطوري وصل بينا لدرجة أنه ولينا كنكذبوا حنا ثايقين في نفسنا. وغتقولوا لي كيفاش؟ نقول لكم ناخذ نموذج بسيط. دابا كاين واحد الموضه ديال كنسنابيو، وملي كنسنابيو ولا كاع كنبوبليو شي تصويره، قبل كنديروا ليها واحد الفلتر. هذاك الفلتر انت خايب جوع، ولكن كتصاوب عينيك وكتصاوب نيفك وكتصاوب حناكك وكتصاوب شعرك، والمهم كتكذب، كتكذب بعد على راسك انك انت راه ماشي هو هذاك. واكثر من ذلك عندك الجرأة انك كتنشر هذيك الكذبه. وشحال هذيك الانسان اللي بغى يكذب راه بعدا كيتستار وما عرفت شنو وكيتخبى، ولا ما كانش كذاب في الاصل، ملي كيكذب هذيك الكذبه كيبقى ضميره كيأنبو. كيفاش الان؟ لا، طبعنا مع الكذوب، وهذاك الكذوب الرقمي غيسهل علينا الكذوب في الواقع. فكتلقى بزاف ديال الناس، وغادي نسوقوا هاد المثال، وهذا واقعنا في المجتمع، راه ما عندنا ما نخبيو في هاد الشيء. شحال من جوج كيديروا محادثات ولد وبنت، ومع تبارك الله حنا الرجال كنفكروا غير في الجمال الخارجي، اي في الجمال ديال الجسد ديال الوجه، فالبنات حتى هما فاهمين هاد القضيه. داكشي علاش ملي كدير تبغي دير شي محادثه مع شي واحد وتقلب على راسها باش تتزوج باش دير حياتها، الله يسهل عليها، كدير الفلتر. شحال هادي كان غير الماكياج، وكيقول له بنادم وتسنى خويا، كانت واحد النكته شحال هادي كيقول لك الا بغيتي تتزوج شي مرا تسنى تكون في الصباح يلا فايقه من النعاس وخارجه تجيب الكومير، زعما باش تشوفها بلا ماكياج بلا والو، الا كان الهدف ديالك بالدرجه الاولى هو هذاك الجمال الخارجي، في حين انه كاين جمال اعمق منه اهم منه. الان لا، كيمكن تشوف البنت عينيها زرقين، ما حنا عندنا دوك العينين زرقين شي حاجه، وتشوف الخدود كيفاش دايرين، وتشوف الشفاه كيفاش دايرين، يعني آية في الجمال. وكتبقى كتحادث معاها وكتدوز اليوم الاول والشهر وكتر، وكيجي اليوم ديال اللقاء، غتلاقى وحنا نقولوا غتفقوا على المعقول باش ما يقولش لنا شي واحد تشجعونا الفساد. اسيدي غتلاقى على المعقول باش تهضروا على الزواج. ودابا كي غديري دابا انت غدي معاك الفلتر؟ ما يمكنش. يلا كيفاش هاد الكذوب دابا ديال 6 شهور الكذوب 8 شهور ديال الكذوب، ها حنا وصلنا دابا للمعقول. هاد السيدة هو باغي المعقول وباغي يدخل لداركم من بابها، باغي يخطب باغي يتزوج، وكي غديري معاه تقول لي ماشي انا اختي. اذا كنكذبوا الكذبة في هاد المرض ديال السطوري، وكنطيقوه، كنطيقوا راسنا. والاخطر في صورة اخرى من صور المرض ديال السطوري، كيمكن لك تصادف ناس كيعانيو صعوبات معينة،
واحد داير كسيدة، واحد سخفان، واحد بشي حالة. وفي عوض الناس ما يهبوا الإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كيجبدوا بورطابلاتهم وكيبداو يصوروا، والسيد كيموت وانت كتصوروا. وشوفوا فين وصلت الإنسانية، شوفوا فين وصل بينا مرض اسطوري. وإنسان قدامك كيغرق في البحر، ولا راه حاصل في طوموبيلته غتشعل فيها العافية، ولا بداتها العافية، ولا راه مقلوبة به الطوموبيل وكيتسنى شكون اللي غادي يجي يعتقو، والناس هازة البورطابل كتصور. غتقول لي وراه كاين شي وحدين اخرين مشاو كيعتقوه وانا كنصوره؟ لا خويا، يمكن لك انت تساهم في عملية الانقاذ. ما كاينش انسانية عندك الى انسان اخر في واحد الوضع صعيب، وانت في عوض ما تساهم في الانقاذ ديالو كتصور. لاش كتصور؟ باش تبيبليي. لاش غتبيبليي؟ كونها كانت شي فائدة. دابا كاين اللي كيقول لك اسيدي باش نزيدو لي فيو، باش نربح الفلوس، لان مرضو الناس بهاد القضيه كيسحب لهم اللي دار شي حاجه في اليوتيوب ولا في الفيس ولا في الانستغرام راه غيربح الفلوس. الناس دابا راه شحال من واحد ولا بالنسبه له اهو قيله كاين الفلوس في هاد الشيء. هذاك الشيء راه كاين فيه الفلوس ملي كتوصل لواحد العدد، وملي كيكون عندك واحد السيروره منتظمه، وملي كدير واحد المحتوى اللي كيستاهل، ماشي اي حاجه. فالناس للاسف مرضو. كاين اللي كيدير داكشي غير هاك وداك، وكيمكن يزيد عليه كذوب واشاعات. وهذا المرض للاسف ديال السطوريات اللي مرتبط بالمرض ديال شحال ديال الناس غيشوفوني وغيديروا ليا جيم، ولا كيخلي الناس كيكذبوا كذوب خطير، كيختلقوا اشاعات، كيختلقوا عناوين ما عندها حتى علاقه بالمحتوى ديال الفيديو. والمصيبه في بعض الاحيان كيسيئوا لبلادهم، كيسيئوا للسياسه ديال بلادهم. الناس وصلوا انهم كيغيروا عناوين ديال الافلام مغربيه او عربيه او غيرها باش يبين لك زعما بحال هذا راه فيلم جديد، يلا تطرح غادي تكليكي انت باش تشوفه. الناس كتسرق، طبعنا مع السرقه، كتسرق محتويات ناس اخرين، كتسرق اغاني وكتنشرها على اساس انه المصيبه الكبيره كيكتب لك لتحت كل الحقوق محفوظه، وانت راك سارق هذيك الحقوق بعد المولاها. ولما ملي كتكون كتسمع الاغنيه مره مره كيطلع لك بشي صويت زعما باش ما يسرقوش ديك الاغنيه الاخرين ويديروها حتى هما في شي سيت، وانت من الاصل سارقها صاحبي. فالادمان الرقمي اعزائي عزيزاتي للاسف ضرب لنا اخلاقنا في الصميم. احنا دابا وقفنا عند جوج ديال المصايب، علمنا الكذب وحنا ثايقين في راسنا كذابه وفرحانين، وعلمنا نسرقو وحنا عاود ثايقين في راسنا وكنسرقو ما كاين حتى مشكل. والشيء بالشيء يذكر في هذه القضيه السرقه. واحد المره كنت قلت لك مودي راه كاين بعض الناس اللي كيهزوا هاد المحتويات اللي كنقدم لحضراتكم وكيهزوها هكذاك وكيعملوها في دي باج ديالهم وكيعملوها في قنوات ديال اليوتيوب ديالهم هكذاك كوبي كولي. فواحد بعت له في الخاص كنقول له ودي هادشي اللي كدير راه ماشي معقول، الله يخليك غتحيد هادشي ولا راه غادي نكون مضطر اني نحرك في حقك شي متابعه. عرفتو باش جاوبني؟ قال لي حرام عليك، حشومه عليك، انت ماشي انسان، انا يلاه بادي. كيفاش يلاه بادي؟ يلاه بادي تسرق؟ اذا دابا ولا عندنا كلشي كنبروه في المجتمع. يلاه بادي ملي كتهضر على الناس اللي كيبيعوا في الزنقه في الكرارس، الله يحسن العوان كيترزقوا. ملي كتهضر مثلا كدير شي فيديو كتقول اودي لا خصنا نحاربوا هاد الفوضى ما يمكنش، شنو كينوضوا يجاوبوك الطوباويين؟ يقول لك لا وشنو بغيتي يدير، واش بغيتي يمشي يسرق؟ كتهضروا على هاد الناس الضعفاء، هضروا على الشفاره الكبار. انت ملي كتهضر على الوضعيه ديال هاد الناس، ديال هادو اللي كيبيعوا في الكرارس ولا ديال ما يسمى بالغارديانات ديال الطوموبيلات، راك في الصميم كتهضر على مصلحتهم، لانه راه غير هذيك راهي واحد البطاله مقنعه. في عوض ما يقلب على حقوقه الحقيقيه، وفي عوض ما يدير تكوين حقيقي ويناضل من اجل الحقوق ديالو بالطرق المشروعه في بلاده في دولته، ويحمل الحكومه اللي صوت على احزابها اللي كوناتها، يحملها المسؤوليه وتغير له حياته، كيعيش حياته كامله كيبيع ويشري في الكروسه.
كيعيش حياته كامله غارديان ديال الطوموبيل. انت في الاصل باغي له الخير، وهو حيت سطحي، وهادو اللي كيديروا التعاليق حيت سطحيين، ولا كتحاربوا الناس الضعفاء في رزقهم. هضروا على الشفاره الكبار، نهضروا على كل شيء. تا الشفاره الكبار اخويا، عندك شي ميل فراه ليا من دابا، انا كنتحمل معاك المسؤوليه، وريني شكون هو الشفار. ولكن حنا للاسف تربينا بهاد الثقافه، اللي كثر منا كنقولوا عليه شفار، واخا يكون هو خدم مسكين وتمحن وتعذب ودوز عشرات السنين باش دار دوك الفلوس، ومن حقه الا كان ذكي، الا كان كيخدم وكيروج وكيدير التجاره وكيفيق بكري في الوقت اللي انت ناعس وما شنو ودار الفلوس، الله يعاونو. جا ولادو لقاو باهم داير الفلوس، من حقهم، وغادي يمشيو معاه في التربيه ديالو، وغادي حتى هما يكبروا هذيك الثروه، ماشي بحال اللي جالس ناعس وغير كينتقد وكيسب، واللي واصل كيسميه شفار. هذا ما كيعنيش انه راه ما كاينش الفاسدين، راه كاين الفاسدين، وراه كنتكلم عليهم شخصيا، ولكن راه ماشي معنيت هذا اللي دار شي فيديو كيتكلم على العيوب اللي عندنا في المجتمع ديالنا نقولوا ليه لا نض ناضل في بلاصتنا. هضر على الشفاره وهضر، وما تقيش ديك الطبقات الشعبيه هذوك ما كيغلطوش. على خويا هذوك المسؤولين منين جاوا؟ علاه دابا انت ملي كتشكى من البطش مثلا، مثلا ديال بعض رجال الامن، بعيدا عن التعميم، على داك رجل الامن ماله منين جا؟ راه من الشعب، رايح يكسوتو غيولي بحالك، حتى هو كياخذ واحد الماندا فيها جوج دريال وكيدير خدمته. ولكن الا كان غير متخلق من افراد الشعب، راه ملي غتمشي عنده انت غيتعامل معك خايب. هذيك الممرضه ولا الممرض، بعيدا عن التعميم، اللي كتقول انهم اللي كتدخل كيعاملك خايب وكيتسنى ملك الرشوه، منين جا؟ راه من الشعب، يعني انه الشعب خصو يتربى. هذاك المسؤول الجماعي اللي كتمشي عنده باش تاخذ شي رخصه وكيبقى يطلعك ويهبطك، منين جا؟ من الشعب. انت غدا ملي غادي تخدم وتولي مسؤول وتوصل لشي منصب من المناصب وتولي كتعامل الناس خايب، منين جيتي؟ من الشعب. اذا اللي خصنا نعالجو شي مرض، خصنا نعالجو الامراض اللي عندنا في المجتمع اللي فيه هاد الشعب. ومن ضمن الامراض كما اسلفت للاسف مرض سطوري، اللي لما كيعلمنا الكذوب وكيعلمنا السرقه كيجعلنا نطبعوا مع الفساد، وكيولي الفساد جزء منا، ونهار كناخذوا شي منصب ما عندناش مشكل نكونوا فاسدين. ناخذوا مكالمه هاتفيه ونرجعوا لحضراتكم. الان غادي يكون معنا ضيفنا الكريم سي زهير أهل الحسين، هو كما اسلفت عضو في الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعيه، وواحد الشخص اللي عنده هم كبير ديال هذا الادمان الرقمي. راه كاين الناس اللي عندهم هم ديال المجتمع وباغين المجتمع يتصلح وكيهضروا بحرقه، ولكن رد الفعل ديال المجتمع كيكون ضدهم، لان كيسحب ليهم راهم ضدهم، هما بالعكس باغي ليهم المصلحه ديالهم. الو صباح النور. صباح النور استاذ عمره، وتحياتي لك وتحيه لجميع متتبعي برنامج حدي راسك. مرحبا بك السي زهير. السي زهير، ماذا عن الادمان الرقمي؟ هل المغاربه تصابوا بالفعل بالادمان؟ واش ولاو مبليين؟ الاستاذ عمره، اي ظاهره لبغينا نشرحوها ونفهموها يعني ونبسطوها الى اقصى درجات كما كيقولوا درجه التبسيط، فضروري ما نرجعوا للنشاه ديالها. اش وقع بالضبط؟ شنو وقع بالضبط؟ هو ان دزنا من الهاتف الثابت للهاتف النقال اللي كيسميوه دابا سمارت فون، وهاد السمارت فون اللي كيعيطوا له الهاتف الذكي، درنا فيه مجموعه من التطبيقات، الواتساب، الفيسبوك، الميسنجر، تويتر، تيك توك، سناب شات. يعني ان في الاول عندنا ادمان ما يعرف بالادمان الرقمي، وداخل هذا الادمان كاين ادمانات بما فيها الحرق بيت القصيد اللي كدوي عليه اللي هو الصوري. الملاحظه الثانيه اللي عندي هو ان كلمه الصوري جاي من جايه؟ جايه من الانجليزيه الصوري. في الاصل عنده واحد المضمون جيد جدا، تحيل على ماذا؟ تحيل على القصص التربويه اللي كنا اللي كيقراوها الدراري الصغار من اجل اكتساب اللغه وتعلم بعض المهارات في الحياه. يعني كل واحد منا كان كيقرا في الصغر ديك القصص ديال الارنب والسلحفات، الراعي والغنم، وكنا كنخرجوا بواحد العبار مثلا من جد وجد، الاعتماد على الذات، العقل السليم في الجسم السليم. يعني الا رجعنا الامور الى نصابها
كان هناك مضمون نبيل ومضمون قيمي كنا كنتابع به كأطفال وكمؤسسات تنتج المعرفة. للأسف الآن المضمون ديال الصوري خرج على السياق دياله ولا عنده مضمون رقمي كيحيلنا على فيديوهات وصور كينشروها ما أصبح يعرف كذبا وبهتانا بالمؤثرين. شنو كيعرضوا؟ كيعرضوا فيديوهات ولاو كيعطيو الفتاوى حقوق الإنسان في الدين في السياسة في هنا كنحيل على واحد اليوتيوبر يلا قرأت عليه في 30 غش 2022 سميتو أندروتيت. هذا أندروتيت من أشهر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. صور معي الأستاذ عمر أن نسبة المشاهدة ديالو فوق المعايير. سؤال، واش هذا إنشتاين ولا إسحاق نيوتن؟ إلا كانت نسبة المشاهدة عنده طالعة بزاف خصو نشوف الواقع ديالو لهذا العالم، شنو الحلول اللي عطاني؟ إلا كان هو نابغة خصنا نعرف شنو الواقع ديالو في هذا العالم. الملاحظة الثانية، كي الصوريات في المغرب مين جاو؟ كربطوا مباشرة في الأزمة ديال كوفيد، يعني واحد ما كان ما خدام ما ردام على الموضوعين يصبح عاطل. شنو ندير ما ندير؟ غادي ندير قناة ولينا كنسمعوا في روتيني اليومي امرأة تستبيح جسدها كتقيل كدير كترمي في لي فوطو والناس متبعينها. واحد خرج من الخدمة بقى كيقول خوتي أنا ما بقيتش خدام، دابا شكون غادي يخلص لي طريطة ديال الدار ديال الطوموبيل؟ الناس تعاطفوا معاه وليت كنسميها التعاطف الرقمي. جيم جو بارطاج واللايكات طلعوا نسبة طلعت نسبة المشاهدة. السيد بدا كيدخل الفلوس دونك اوتوماتيكمون حياته الشخصية غادي تبدل ولا كنسمي ولا الحياة ديالو ما صار نقاش عند الناس. واش سمعتي بفلان؟ اخويا راه غير بالقناة اللي دار استطاع يخرج من الأزمة، دابا راه تزوج وغادي يشري الدار الثانية والحياة ديالو تقلبت رأسا على عقب. ملي كنجي نقلب على المضامين ديال هاد الصوري شنو فيهم؟ فيهم التفاهة والتخربيق على من دايرين طلاق، زواج، عيد الميلاد، شراء شقة، صراعات عائلية، أول نهار غادي نديو ولدي المدرسة، أول نهار عندنا في رمضان، أول نهار عندنا في العيد. ومؤخرا للأسف غادي نربطها بالوفاة وركزت عليها الأستاذ عمورة، هو أنا دابا الوفاة ديال جورج الراسي دايرة بوم في الآلة. والفيديو هي السيد في قبره والناس جالسين كيتبعوا لي فيديوهات ديالو. وفي الأصل يعني ماشي حبا في جورج راسي، راه ماشي حبا في لأن حتى جورج راسي ماشي حبا في جورج راسي لأن الواقع جورج راسي أكيد ماشي حبا في لأن اللي غادي يطلعوا وكاين تواطؤ من طرف العائلة سواء بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة. لأن كما سميتو باقتصاد الموت كل ما كيطلعوا لي فيهم لايكات راه ما غادي يستافدوا، غادي يستافدوا من الملايين. لأن المغاربة أنا بغيت كما كيقولوا يلايكيوك بزاف خصك تخلق الدراما وتخلق شي حاجه اللي اتيبيك غير عاديه كلشي غادي يحمق عليك. اذا درتي قناه عندها مضمون اش غايقولوا عليك؟ فيك الفهامه، غادي يفرحنا مخنا بكثره الهضره. حنا خصنا اللي ضحكنا اللي نشطنا. وكنعرف بزاف ديال الناس كانوا في الاول غادي في طريق ديال قنوات عندها كونتوني اللي هو مزيان وهما يقلبوها كما كنقولوا شعبي اللايكات بغا يطلعوا لونشاو. دابا كيقول لك لا بغيتي تشوفني غادي تشوفني في تيك توك، لان التيك توك كتخلص مزيان وحتى لي فيديو كيتسبريمو اوبو ديال 24 ساعه مزيان. كندوزو لواحد النقطة اللي خطيرة بزاف، هو أن التيشيرت عنده تكلفة، عنده آثار. هادوك الناس اليوتيوبرز اللي نتوما مطلعين لهم الشام راه كيربحوا الملايين بدوركم نتومايا. كما كنقول عقل تافه يتابع قناة تافهية وعندها وضع مجتمعي. دابا الطفل ولا المراهق صعيب عليا أنني نعاقل، وقيت اللي كيقول لي أمي ناعمة دارت لاباس ما قارية ما والو، كيفاش أنا غادي نقلعه؟ يقول لي علاش أنا غادي نقرا مثلا 20 عام وجات من مورايا امي دارت قناه هي دابا كتلعب بالملايين. راني صعيب لي انني نقنع بعلم النفس التربوي. سي زهير خليني نطرح عليك واحد السؤال اخر الا سمحتي. مرحبا استاذ. طبعا لما كنسمعوا هذا الشيء وللاسف هو مؤثر اكثر في الدول المتخلفه للاسف. اكيد وهذا الشيء كتحمل مسؤوليته بغينا ولا كرهنا واحد الشركه اللي هي اللي كتجاري هذا اليوتيوب. وهذا كيحيلني هل هناك في هذا العالم من يريد لهذه الدول المتخلفة، من يريد لهذه الشعوب أنها تبقى مسطحة؟ واش كاين شي لوبي ما يمكن أن نطلق عنه لوبي رقمي؟ أكيد يا أستاذ، اللي دابا المغرب عامر لوبيات، كاين لوبي ديال الطابة، كاين لوبي ديال الكول، وكاين لوبي ديال الأدوية، وكاين لوبي ديال السكر، ونضاف لأي حد اللوبيات هو اللوبي الرقمي
بدليل ان التشكيل الحكومي شنادنا لا ترانزيسيون نيميريك، يعني كاين تواطؤ بين ما هو سياسي وبين ما هو اقتصادي رقمي. بالله عليك في العمر شي سياسه عموميه كدار من الفوق، السياسه العموميه كدار من التحت. سي تادير قبل ما ندير سياسه عموميه خصني نقرا لامباكت الواقع ديالها اش غادي يوقع الا درت سياسه رقميه. باش الوقيته اللي كيقيد النهار كلهم كونيكتي فوقاش غادي يركز، يعني غادي يدخل القسم ما غاديش يركز، المعلومه ما غاديش يشدها مزيان لان ما عقلو مع الـ مع الـ مع الـ مع لي جوني كيلعب في الفيديو، عقلو مع الجانب الرقمي. وثانيا الملاحظه اخرى هو ان الدوله هي من اكبر ضحايا ديال هذا اللي كنسمينا التخلف الرقمي، بدليل ان رجل الامن مؤخرا الفيديو ديالو اللي تنشر في الحسيمه راه كيسيء سمعه الدوله من الجانب الامني. الهيبه ديال الدوله تصبح على كف عفريت، الناس كيصوروا فيه ان المعتدي يعتدي على رجل الامن، والناس كيصوروا فيه وهذاك الفيديو يتم البث ديالو كيولي كيعرفوا كل شيء. واش ما شفتيش الفيديو ديال رجل الامن اللي تكرفص عليه في الحسيمه؟ فين هي الهيبه ديال الدوله؟ كنزيدوا عليها الفضيحه ديال وحي الله قريت الممرضات اللي وقعوا في مستشفى بني منار، كانوا لونسوا واحد لا فيديو في تيك توك ودابا متوقفين على العمل. علاش؟ انا بسبب تهور، بسبب البحث على الشهره، بسبب اللايكات بزاف، دابا راه موقفين على العمل. يعني هذا كما كاين هذا الشيء راه نعمه ونقمه، وحنا كنتصرفوا به كنقمه اكثر منه كنعمه. لان لو ان الناس كانت عندها جرام ديال العقلانيه غادي تشوف القنوات اللي عندها مضمون جيد، مضمون ايجابي، كيكون عنده وقع ايجابي. الى البارح في الصوت قلت الى كان عندنا 20 مليون مغربي 10 ديال الملايين كيشوفوا قنوات تافهه و10 ديال المغاربه كيشوفوا قنوات ذات محتوى، غادي يتلاقاو كيفاش غادي يتفاهموا؟ واحد كيشوف قناه تافهه وواحد كيشوف قناه ذات محتوى، شنو غادي نديروا؟ غادي نفرقوهم؟ غادي يوليو 5 المليون كيديروا مع 5 المليون اللي قناه ذات محتوى، و5 المليون مع 5 المليون مع قنوات اللي عندهم مضامين تافهه. وفين هو التواصل؟ لان كلمه التواصل عندها واحد المضمون قوي، وخص يكون واحد لو ميساج خصني نوصله، واحد المضمون قوي. السؤال استاذ الجواب السؤال اللي طرحتيه استاذ عموره هو اننا نحن نحن راني ما دخلش فيها، نحن من نخلق التافهين. انا هضرت ديما كنقولها للمحيط ديالي، عقل تافه كيتابع حاجه تافهه. ما كان لهم ليكونوا لولا انكم مطلعين لهم الشام. واضح مطلعين لهم الكراد ديالهم. واضح سيدي زهير. يعني الخلل فين كاين؟ في المتابعين. في المتابعين. ولهذا ان الدوله ونسيت واحد الملاحظه، راه كاين اصلاح من داخل هاد الشبكه. علاش؟ لقيت اللي اندروتيت مثلا كيلونسي واحد الفيديو معادي للمراه وضد حقوق الانسان بعض الجوانب، يتم السحب ديال الفيديوهات ديالو، وبالتالي ان حتى شبكه التواصل الاجتماعي خصهم يديروا لوجيستيك ديال اونتي تفاهه. يعني هما النيت خصهم ينخرطوا معانا. مؤخرا يلاه دويتي على الصوره، مؤخرا فريق المغرب الفاسي جميع الصور ديالو في الفيسبوك بيراطاو من طرف واحد الهاكرز، ودابا الاداره ديال المغرب الفاسي راسلت. تصور معايا دابا الاداره ديال فريق يقام له ويقعد كترافل الاداره ديال الفيسبوك باش يرغبوهم ويزوقوهم باش يرجعوا الصور اللي كانوا كينشروا في الفيسبوك. دونك كاين الهاكرز وكاين لي فوطو، كما قلتي ان الالبوم ديالنا كانت عندها واحد القيمه كبيره، دابا لي فوطو ديالنا ولا لي فوطو ديالهم مستباحين في مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما كاينش بيراطاو غادي نبقاو نرغبوهم. نسيتك لان كاين ما يعرف دابا ولا فيديو في هذاك ديال الفيديا ولا الهاكر ديال الفيديا، الا بغيتي نرجع لك التصاور ديالك غادي تعطيني واحد لاصو. واضح، مشكور سيدي زهير. سيدي زهير شكرا لك. بارك الله فيك استاذ عبد الصداق، نجدد لك الشكر وتحيه. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا سي زهير اهل الحسين. ان شاء الله غادي نلتقيو معك في مناسبات قادمه. انا كنعرف انك انت من الناس الغيورين جدا، وخصوصا في هذا الموضوع ديال هاد الثوره الرقميه في جانبها السلبي واللي كتسيء للاسف للمجتمعات، بغينا ولا كرهنا. وكيخص نتكلموا على هذا الموضوع باستمرار، وانا كنتمنى على زملائي من الاعلاميات والاعلاميين الغيورين على هذا الوطن انهم يتكلموا على هذا الشيء باستمرار وما ينخرطوش في التفاهه. للاسف كاين البعض اللي بحال قال لنا السي زهير اللي كيكون غادي مزيان، ولكن
في لحظه من اللحظات كيقولوا دابا انا كنخدم وكنتمحن وكنتعذب وكنمشي نقلب على محتوى وكنقرا وكنفكر وكنعطي واحد المحتوى جيد باش نخدم به ولاد بلادي وولادي، وما كاينش رد فعل. كنلقى شويه الناس اللي كيتفاعلوا كيشوفوا، وهذوك اللي كيشوفوا بزاف منهم كيسبوني على داك الشيء، على ديك المصلحه اللي انا باغي ليهم، فكيقلبوا كيقول لا لا يقلب، وكيدخل حتى هو في المحتويات التافهه، وكيلاحظ ان الناس ولات كتابعه، ان الناس ولات غدا معاه مزيان. ويلا لاحظتوا في القنوات ديال اليوتيوب كاينه واحد المجموعه ديال المواضيع بعينها هي اللي مسيطره، ضرب بحال ديك القضيه ملي كتشوف شي حاجه كتمشى كيبان شي مشروع في المجتمع، كل شيء كيهبط على داك المشروع كيديرو. دابا مثلا كاين القنوات اللي كتكلم على العلاقات المغربيه الجزائريه، كل شيء ولا هابط على هذا الموضوع، كيختلقوا الصراع، وخا ما كيكونش شي صراع شي مره ما بين الدولتين كيختلقوه. وفي الجزائر نفس الشيء، هادوك اللي باغين الناس يسمعوا السبان في المغرب كيدي يعطيوهم ديك الماده، هادو اللي هنا باغين الناس يسمعوا السبان في الجزائر كيعطيوهم ديك الماده، والناس كتشعل العافيه من حيث لا تدري. ففي الوقت اللي مفروض ان منطق الشعوب والمحبة ما بين الشعوب خصوصا المغربي والجزائري تنتصر على منطق السياسة اللي يمكن يكون فيه العداء، ولات الشعوب كتساهم هي في إشعال العوافي. فلذلك هذه مناسبة باش نقول للشعب المغربي والشعب الجزائري، ما تطيحوش في الفخ، ما تطيحوش في الفخ، راه ماشي من الوطنية ولا من القوة ديالنا كمغاربة ولا كجزائريين أن نسمعوا السبان في الآخرين، راه حنا كنخربقوا، راه دم مشروك، غنطيروا وننزلوا حتى العيا وعاود غنطلقاو. إذا كنتمنى على الناس اللي باغيين يطلعوا لي في القنوات ديالهم ديال اليوتيوب ما يلعبوش بهذا الشيء. حتى لا بغيتي تبيع وتشري في شي حاجة كنتي دانيء، وعلى الأقل ماشي لدرجة أنك تبيع وتشري في أشياء اللي كيمكن تسيل الدم. فكروا فيها مزيان. مؤخرا كاين واحد القرار ديال انه متابعه واحد المجموعه ديال الناس الى ما بغاو شاي يحلوا المشكل وديا من هاد الناس اللي كينشطوا على اليوتيوب واللي دايرين الفلوس صحيحه، واللي وصلوا انهم ولاو كيوطنوا فلوسهم في ابناك في اوروبا، ولاو كيهربوا الفلوس نعمس باش ما تبانش في المغرب، باش ما يتحاسبوش عليها ويخلصوا عليها الضرائب. ما كيكتفيوش انهم كيقدموا التفاهه للشعب المغربي وكيسطحوا له الفكر ديالو وكيكلخوه، حتى الفلوس اللي كياخذوا على هذاك التكليخ ما كيخليوهاش في المغرب، كيهربوها للخارج. هذا راه موضوع كاين الان في الساحه، يمكن لكم تقراو عليه وغادي تشوفوا واحد الواقع ديال هاد الناس اللي نتوما كتتابعوهم وكتشجعوا التفاهه ديالهم، وكيعلموكم ديروا السطوريات الخاويه، وكيزيدوا العدوى ديال المرض السطوري. الحلقه باقي فيها بزاف ما يتقال مشاهدي الكرام ومستمعي الاعزاء، ولكن اللي كيهمني بحال كنقول دائما لا ادعي انني قد ألميت بكل جوانب الموضوع المطروح، ولكن اللي كيهم اننا نفتحوا شهيه حضراتكم تبحثوا فيه وتقراوا قراوا 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 ومارسوا الرياضه. وإلا قال لكم شي واحد راه القرايه ما كتنفع والو، عرفوه كيضحك عليكم وبغاكم دائما تبقاو سطحيين باش يبقى دائما متحكم فيكم، باش اللي قال لكم تقولوا امين. تعلموا انه العلم المعرفه تساوي القوه تساوي السلطه تساوي التحرر. كنقول لحضراتكم تحيه الطواقم التقنيه والفنيه اللي كانت معكم خلال هذه الحلقه. هذا برنامج حضراتكم محمد عمورة بكل حب يحييكم، الى اللقاء.